بسم الله الرحمن الرحيم. احنا السكينه وتجار ديال الحي بالريمه، لاحظنا ان في هذه الثلاث اشهر الاخيره ان ارتفاع هائل في الفاتوره نتاع الكهرباء، الماء والكهرباء. لهذا السكينه ديال بالريمه وحتى المدينه القديمه غادي نضموا مسيره غنخرجوا بها من حي بالريمه لهنا لعند الناس ديال الاراضيم، الوكاله الحضاريه ديال مدينه مكناس، باش يشوفوا لنا شي حل لهذا الارتفاع الهائل ديال الماء والكهرباء، وشنو السبب، شنو التغيير اللي طرا هذه السنه هذه باش تولي الفاتوره طالعه على الدرجه، يعني ولاو هاد الناس كيفرقوا معك حتى اللقمه ديال العيش نتاع النهار ولا كيفرقوها معك. من قبل من شهر رمضان لهذا الشهر هذا مازال الفاتوره مرتفعه. تصور كاين الناس اللي فاتوره من 100 درهم وصلت ل 5000 ريال، كاين اللي وصلت الفاتوره حتى ل 1400 1500 درهم. هذا راه دخل، وهذا حي سكني وحي سكني وماشي شي مدينه قديمه، المدينه القديمه ومهمشه حتى من الناحيه ديال تاهيل المدينه القديمه. تتاهيل داخلين في هذه المسيره اللي غنضموا ان شاء الله نهار اثنين تهميش من طرف المسؤولين ديال مدينه مكناس